مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج بين زمنين، وهذه هي الحلقة الرابعة من سيرة الرئيس السوداني الأسبق جعفر محمد نميري، وهي بدورها تواصل الوقوف عند زمنه الأول، زمن حكمه. والجزء الأكبر منها سيتناول المرحلة الأخيرة من نظام حكمه، وأبرز ما فيها إعلانه الذي فاجأ مواطنيه والعالم أجمع بتبني الشريعة الإسلامية، أو ما عرف في الأدب السياسي السوداني بقوانين سبتمبر. عندما كان جعفر محمد نميري ضابطا صغيرا، كان شديد الإعجاب بجمال عبد الناصر ولا غرابة في ذلك. فبعد الثورة المصرية عام 52 أصبح ناصر القدوة لكل ضابط عربي يحلم بدور سياسي. وزار ناصر السودان عام 1960، وكان الجنوب ضمن برنامج زيارة الرئيس المصري لممارسة هوايته في التصوير. وتشاء الصدف أن يقع الاختيار على النقيب جعفر محمد نميري ليكون قائد حرس الشرف الذي استقبل الرئيس عبد الناصر في مطار جوبا، ثم أحد أفراد الحرس الخاص الذي رافق ناصر خلال التقاطه صور الحيوانات على الطبيعة، وهو الغرض من وراء رحلته إلى جنوب السودان. ولم تسنح الفرصة أمام الحارس للكلام مع الرئيس. وعندما قاد نميري الانقلاب عام 1969 وأصبح رئيس مجلس قيادة الثورة، كانت مصر هي أول بلد زاره خارج السودان، فاستقبله ناصر استقبال الرئيس لرئيس، ودعا مجلس وزرائه ليسمع من نميري عن ظروف السودان. واستمرت العلاقة متألقة بين الرجلين حتى المحطة الأخيرة من حياة عبد الناصر والقمة العربية التي انعقدت في أيلول سبتمبر عام 1970 للبحث في معارك أيلول الأسود بين الأردنيين والمقاومين الفلسطينيين. كانت هي محطة ناصر الأخيرة، وقد لعب جعفر نميري دورا مميزا في تلك المحطة، إذ غامر بحياته وذهب إلى عمان وسط معارك أيلول الأسود ممثلا للقادة العرب، فساهم في إنجاح تلك القمة عندما عاد إليها وقد هرب معه في الطائرة ياسر عرفات. كان يجلس على يميني الأخ الغزافي، فتكلمت معه وقلت له إذا هو ما عايز يجي حقه يركب نمشي له في الأردن هناك والمؤتمر يمشي ونحل المشكلة، لأنه مشكلة أغلبية بتاعت الأردن وبتاعت الفلسطينيين. وسكت كده، وبعدين يظهر جمال عبد الناصر لما احنا نتكلم، وغزافي يظنه بدا يضحك ولا حاجه. ف يا عبد الناصر قال انت بتقولوا ايه؟ فغزافي قال له والله الرئيس بيالي بيقترح انه نمشي الاردن. ف يا عبد الناصر طوالي راح، هو كان رئيس المؤتمر، قال للجماعه والله الرئيس نميري قال انه حيمشي ويجيب الملك حسين وياه. كده اللي قلت له ايوه كويس، اذا كان عندكم طياره انا امشي واجيب واجي. وفعلا ولي العهد كان بتاع الكويت قال انا طيارتي موجوده راح نجهزها، بس ادونا نص ساعه ولا ساعه يجهز فيها المرطبات والاكل وقوم. وفعلا احنا لما ذهبنا وانتظرنا هناك، وانا قابلت حسين وقابلت عرفات بدون اذن حسين وتكلمت معهم، وبعدين بدون ما نأخذ الإذن من الملك حسين أخذنا معنا ياسر عرفات في الطائرة ورجعنا إلى القاهرة.
بأي طريقة أخذت معك ياسر عرفات؟ طريقة تنكرية أم ماذا؟ والله طريقة تنكرية أستطيع أن أقول ذلك. يعني كان في عائلة من السفارة المصرية قالوا أخذوها وياكم، وعندها طفل كده، فاضطرينا أن نقول لياسر عرفات يحلق الضيق، لبسناه عباية كبيرة وشال الطفل معه ودخل بيه جوا. أنا أعتقد الأردنيين كانوا عارفين. ربطتك علاقة مميزة بعبد الناصر، ثم أقمت بعد رحيله علاقة مميزة أيضا مع السادات برغم من الاختلاف الواضح بين نهجيهما السياسي. كيف تفسر هذه المفارقة؟ علاقتي مع كل قائد مصري تنطلق من حبي لمصر، وكل قائد مصري يجيد قيادته ويكون في بلده محبوب. بالنسبة لي أنا محبوب هو مع بلده، يبقى أنا أحبه جدا وبل أقف معه، لأنه بعتقد أنه السودان إذا كان في أي علاقة غير حميمة مع مصر بيشغل مصر أكثر من واجباتها الأخرى اللي هي نحن كنا نعتبرها مسؤولة تقريبا، أو مسؤولة الأولى من الدفاع عن المنطقة العربية لقوتها في السلاح، قوة الجيش بتاعها، خبرتهم الكبيرة، معرفتهم بكل المنطقة. قسمت زيارة السادات للقدس عام 1977 العرب إلى أقسام ثلاثة، فثمت دول الرفض التي شكلت جبهة الصمود والتصدي وهي سوريا والعراق وليبيا والجزائر واليمن الجنوبي ومنظمة التحرير الفلسطينية، وهناك دول رفضتها بتحفظ وهي الأردن وتونس ولبنان ودول الخليج. وكان القسم الثالث يتشكل من دول لم تستهجن الزيارة بل كانت أقرب إلى تأييدها، هي السودان وعمان والصومال والمغرب واليمن الشمالي. وحافظت هذه الدول الأخيرة على موقفها شبه المؤيد للسادات عند توقيعه معاهدة كامب ديفيد عام 1978. أما الدول التي كانت معارضة للزيارة بتحفظ فقد انتقلت إلى موقع الرفض حيث جبهة الصمود والتصدي إثر كامب ديفيد. وفي 15 من تشرين الأول أكتوبر عام 1978، أي بعد نحو أسبوعين من عودة السادات إلى مصر بعد توقيع المعاهدة، التقى نميري مع السادات في الإسماعيلية. وبعد 5 أيام من ذلك اللقاء أصدر نميري بيانا من الخرطوم انفرد فيه بين القادة العرب بتأييد السادات، موجها اللوم إلى العرب الآخرين بالقول إن مصر ضحت كثيرا في سبيل القضية العربية، ولذلك لا يحق لأحد عزلها أو مساءلتها عما تفعل لرد أراضيها المحتلة. لماذا انفرد الرئيس جعفر نميري بتأييد السادات خلال زيارته للقدس عام 1977؟ يجب أن نقف مع مصر، وإذا تركناها لوحدها مهما كانت الأسباب كان حنعطيها لقمة سائقة لأعداء العرب. يعني هل رأيت أن موقفه كان صائبا؟ أنا بعتقد كان صائب. أنا لا أظن أنه نتيجة دراسة أو تخطيط، لكن العلاقة بين الرجلين كانت وثيقة للحد اللي تخليه لا يشك في دوافع السادات، ولكن بدون شك كان في ململة في
في داخل النظام من بعض العناصر ضد هذا التوجه، بيقود في ذلك الوقت مرحوم رشيد الطاهر، وكان في مرحلة المراحل نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية. فالموقف ما كان موقف واضح، وهذا المنح المبكر لموقف السادات ونميري تم تأييده فيما بعد حتى بعد وفاة الرئيس السادات، يعني في صحة هذا الاتجاه لاستقرار المنطقة العربية واستقرار فلسطين ذاتها. النظام في السودان من يوليو 71 أصبح يسير في ركب مصر بشكل، وهي الدعم والسند الأساسي بالنسبة له، وكان ما ممكن أبدا لجعفر نميري أن يتخذ موقف خلاف ذلك. ده حاجة طبيعية، هذا الموقف أنت بتشوفه غريب، لكن في مجلس السياسة السودانية المتبعة بعد يوليو 79 لم يكن هناك فكاك لنظام جعفر نميري من الزيلية لنظام السادات. في تشرين الأول أكتوبر عام 1984 بدأ اللواء عمر الطيب رئيس جهاز أمن الدولة والنائب الأول لرئيس الجمهورية، بدأ وبتكليف من الرئيس جعفر نميري الإشراف على عملية سرية بالتنسيق مع جيرار ويفر مدير مكتب شؤون اللاجئين في السفارة الأمريكية في الخرطوم. وفي 21 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1984 تحركت أول ناقلة حاملة مجموعة من اللاجئين الموجودين في معسكر تواوا بمدينة القضارف القريبة من الحدود الأثيوبية متجهة إلى الخرطوم. وفي جنوب مطار الخرطوم وتحت جنح الظلام جرى تحميل الطائرة باللاجئين من دون جوازات أو إجراءات صحية أو جمارك. تولت شركة الخطوط البلجيكية نقل اللاجئين، وبلغ عدد الرحلات 28 رحلة نقلت 6150 لاجئا. وبناء على أوامر عليا إلى سلطات المطار لم تدون في سجل حركة الطائرات نوعية الطائرات أو مالكها أو البلد المقبلة منه والمسافرة إليه ولا أي معلومات عن الركاب. كان جنود أمن الدولة يضربون سياجا مسلحا حول الطائرات التي تهبط عادة بعد منتصف الليل ويمنعون الاقتراب منها. وفي الخامس من كانون الثاني يناير عام 1985 بث راديو لندن أن جماعات من اليهود الفلاشة وصلت إلى إسرائيل قادمة من السودان عبر رحلات جوية على طائرات بلجيكية تنقلهم إلى بروكسل ومنها إلى إسرائيل. فانكشفت بذلك عملية موسى التي كانت واحدة من أكبر عمليات تهجير اليهود السرية إلى إسرائيل. وفي اليوم التالي نفت وزارة الخارجية السودانية النبأ الذي وضع نهاية لعملية موسى. وعلى مدى الشهرين التاليين أصبحت العملية الموضوع الرئيسي في وسائل الإعلام الأجنبية والعربية. وما كادت الضجة تهدأ حتى بدأت عملية أخرى أصغر ستعرف باسم عملية سبأ. ففي الرابع من أذار مارس عام 1985 زار جورج بوش نائب الرئيس الأمريكي الخرطوم ونال موافقة الرئيس نميري على نقل مجموعة أخرى من اليهود الفلاشة. هذه المرة تولت العملية طائرات عسكرية أمريكية هبطت يوم 23 من آذار مارس في مطار العزازة بالقضارف وحملت 450 من اليهود الفلاشة ثم أقلعت بهم. بعد سقوط نظام نميري انعقدت محكمة المتهمين بتهريب اليهود الفلاشة في الخرطوم لمدة 4 أشهر، وفصلت المحكمة قضية المتهم الأول الرئيس المخلوع جعفر نميري عن إجراءاتها لوجوده خارج السودان، فالقانون السوداني لا يعترف بالمحاكمة الغيابية. وبعد أن تحول 4 متهمين من ضباط الأمن إلى شهود اتهام أصبح المتهم الأول والوحيد هو اللواء عمر الطيب رئيس جهاز أمن الدولة والنائب الأول للرئيس السابق فأدين، وصدرت عليه أحكام بالسجن لمدة 54 عاما. عام 1970 غامرت بحياتك من أجل إنقاذ زعماء الثورة الفلسطينية في الأردن، وفي عام 1972 كنت تدور في عواصم أفريقيا من أجل عزل
إسرائيل دبلوماسيا. عام 1985 سمحت أو وافقت على ترحيل اليهود الفلاشة من السودان إلى إسرائيل. ما سر هذا التحول التراجيدي سيادة الرئيس؟ ليس هناك تحول، ولكن هناك عدم فهم لكثير من الناس وبالذات العرب، على أنه ما هم الذين يهاجروا من بلد إلى بلد قانونهم. هل أنا أملك الحق في أن أمنع مواطن من دولة ما أن يتحرك بعد ما أن يدخل في بلدي ويقول أنه خارج من بلدي بمكان ما؟ هل القانون الدولي يسمح بذلك؟ لا، لا يسمح. هؤلاء كانوا في سميها حرب، سميها ظلم بتاعي في داخل إثيوبيا، وهربوا من إثيوبيا وجاءوا، وبعد 24 ساعة أرادوا أن يخرجوا من السودان إلى مكان ما، وفي دولة أخرى قالت أنا أساعدهم. ففعلا من دولة أخرى أنت تساعديهم على شرط أن لا يذهبوا إلى إسرائيل إلا أن يمضوا أو يمكثوا 24 ساعة خارج السودان. وفعلا هذه الدولة أخذت هؤلاء، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، دي الولايات المتحدة الأمريكية، وأخذت هؤلاء الناس إلى مكان ما. فبعد 24 ساعة هؤلاء الناس المهاجرين أرادوا أن يذهبوا إلى إسرائيل فذهبوا إلى إسرائيل. ما هو الفرق بين أن يذهبوا من الخرطوم إلى إسرائيل مباشرة وبين أن يذهبوا إلى إسرائيل بعد 24 ساعة؟ لأنه بعد 24 ساعة ما حيكونوا ذهبوا مباشرة من السودان، حيكونوا ذهبوا من حتة أخرى. نعم. في حينه اعتراض الرأي العام العربي هو أنه سيادتك تعرف أنه في النتيجة هم سيذهبون إلى إسرائيل، ومن وجهة نظر الرأي العام العربي أن هذا تقوية لإسرائيل. والله أنا عايز أسأل، بالرغم من ذلك كم يهودي ذهبوا من اليمن إلى إسرائيل، وكم يهودي ذهبوا من مصر إلى إسرائيل، وكم يهودي ذهبوا من المغرب إلى إسرائيل، وكم يهودي ذهبوا من لبنان إلى إسرائيل، وكم يهودي ذهبوا من العراق إلى إسرائيل؟ نسأل نفسنا نحن، وكم يهودي ذهبوا من السودان إلى إسرائيل؟ يعني بعشرات من السودان، ولكن هناك بالآلاف. وفي أحياء كاملة السعدي في القاهرة أنا بعرفها أحياء اليهود فاضية لأنه راحوا إسرائيل، وللآن يحملوا نفس الاسم كان بيحملوه في القاهرة، وذلك وحتى في 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 المغرب ما زال. لكن نحن نتمسك بالفلاشة، وهذا الاسم بتاع الفلاشة ده ما سمعت به إلا من العرب أسا بعد ما رحلوا هؤلاء المهاجرين. اسمهم فلاشة، ما أعرف اسمهم فلاشة. نعم، مكان عددهم يزيد على 9000. ده أنا فكره التحول نحو الأسوأ بصورة مطلقة، يعني من قمة الوفاء والولاء في القضية الفلسطينية والولايات بينه يمير يسوق مع حسين الشعب ويمشي يطلع ناس العرفات من الأردن، ويجي نفس الإنسان يرحل اليهود الفلاشة. دي نوع الشخصية، شخصية يمير، ما في كونسيستنسي، ما في حاجة ثابتة. الرحيل الفلاشة كان موقف منحط جدا من جانب النظام في السودان، ما في تبرير تاني للحكاية دي، يعني غير انها تكون فيها فلوس. يعني التبرير شنو؟ وطني؟ انا اكيد ليك جعفر الرميري ما اخذ مال ولا اخذ اسم ولا اخذ كريدت،
بالموضوع ده. يمكن المنطقة في ذلك الوقت، المنطقة العام، منطقة كانت فيها أشياء بتتم وجزء الناس يعرفه وجزء الآخر ما يعرفه. فأنا بفتكر أخذها بتاعت مجموعة بتاعت ناس لو ما مشوا عبرنا، لو ما مشوا عبر ناس تاني بيمشوا طريقة تانية. فإذا هم جايين عشان يمشوا أوروبا ومن أوروبا يمشوا لأي محل تاني، أنا مالي ومالي نوصلهم أوروبا يفوتوا ويغاي. لا ننسى أنه هذه الفترة اللي تحسنت فيها أو تطورت فيها العلاقات بين النظام والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة على مستوى العلاقات الأمنية وحتى على مستوى العلاقات العسكرية، لأنه كان في مناورات مشتركة بين الجيش السوداني والجيش الأمريكي فيما كان يعرف ببرنامج ضمن النجم الساطع فيما أذكر. أيضا كانت هذه الفترة هي الفترة اللي اشتد فيها العداء بين أمريكا وليبيا، وكان السودان مرتكزا للعمل ضد ليبيا. فكل هذه الظروف مجتمعة قربت من النظام مع بين النظام وبين الولايات المتحدة، وأصبحت كل هذا النوع من الخطط يمكن تمريرها ببساطة. في فترة حكم الرئيس جعفر محمد نميري تهيأت فرص سياسية واقتصادية فتحت آمالا كبيرة. أول تلك الفرص اتفاقية أديس أبابا التي أنهت الحرب الأهلية في الجنوب عام 1972. وهناك أيضا تدفق 7,200,000,000 دولار من القروض حتى عام 1983. وكان من المفترض أن تستثمر تلك القروض في خطط التنمية. الفرصة الثالثة تمثلت في اكتشاف وجود النفط عام 1980 في الجنوب. أما الفرصة الرابعة فهي المصالحة بعد المواجهة بين النظام والمعارضة عام 1977. ومن المؤكد أن الاستثمار الأمثل لتلك الفرص الأربع كان سيؤدي إلى الاستقرار والازدهار. لكن ما إن حل عام 1983 حتى كانت تلك الآمال قد تبددت. الجنوب عاد إلى الحرب مجدداً، والحرب أوقفت أعمال التنقيب عن النفط في الجنوب، ومن أصل 7,200,000,000 دولار من القروض ظهر عام 1983 أن ما استثمر منها في التنمية لا يزيد على 2,000,000,000 والباقي ذهب للاستهلاك. وارتفعت فوائد الديون الخارجية إلى 1,740,000,000 دولار في نيسان أبريل 1983، ولعجز البلد عن تسديد فوائد الديون انسدت أمامه كل أبواب الاستدانة في العالم. أما المصالحة الوطنية في الشمال فكان كل ما تبقى منها عام 83 هو مجرد زواج مصلحة بين النظام والإخوان المسلمين. هل يشعر الرئيس بأن هناك فرص اقتصادية أو سياسية خلال فترة حكمه ضاعت أو أهدرت؟ أعتقد هناك فرص الزراعة لم نعطيها الفرصة الكافية علشان نستفيد منها، واهتمينا بالمشاريع سموها الانفراستراكشر، المشاريع التي تساعد مشاريع أخرى، ولكن مشروع واحد زراعي. ويشرفني أن أقول أنه الآن هو التي تعتمد عليه الحكومة، وهو مشروع سكر كنانة. في رأيي نعم كانت هناك فرص كبيرة جدا أهدرها. أقلها المال ده 8 مليار دولار، دي كانت فرصة. كان في حكم على الأقل مستقر لمدة طويلة من الزمن. نعم أنا أعتقد أهدر فرص كثيرة جدا. اتفاقية أديس أبابا نفسها 72 أهدرها. السلطة المطلقة هي المسؤولة، ما يوقع عندها فرص ممتازة جدا للتنمية يعني البلد. وفعلا كان مسلم زي العالم، وجد ظهر البترول والزراعة ومشاريع الرهد والكنانة والهيئات العربية اللي قامت كلها،
كلها فرص على التنمية، لكن السلطة المطلقة المركزة في شخص واحد هي السبب، لأن ما كانش في مشورة. بدون شك، بدون شك، أنا ما عندي شك في أنه يعني كنت أتصور أنه النظام بكل ما أنجز، خاصة وأنا بفتكر إنجازه الأكبر هو وحدة الجنوب واتفاق أديس أبابا، إذا استطاع أن يضيف إلى هذا ما تم الاتفاق عليه مع الأحزاب الشمالية الوحدة الوطنية كان الوضع يتغير كثير. لكن نميري في حلم ليلة، حلم ليلة دين في منتصف الصيف، قرر أنه يتخذ قرار هدم به كل شيء. في حزيران يونيو عام 1983 أحال الرئيس نوميري 42 قاضيا للتقاعد باعتبارهم مرتشين، وحسب بعض المصادر فإن 25 منهم كانت الشبهات تحوم حول سلوكهم، في حين أن 17 الآخرين كانوا من أنزه القضاة. وبغض النظر عن صحة اتهامهم بالفساد من عدمها، فإن الأمر الخطير في الإجراء هو أنه اتخذ بشكل مخالف للمعايير القانونية والأعراف الدستورية، وهي تقضي بتحديد الاتهامات وتسمية المتهمين وتقديمهم لأجهزة المحاسبة القانونية، وهذه تتولى بدورها توجيه الاتهام ومنح المتهمين فرص الدفاع. وردا على قرار الرئيس، تضامن القضاة مع زملائهم المحالين على المعاش فطالبوا بإلغاء القرار، وهددوا بالاستقالة الجماعية، وأعلنوا إضرابا عاما استمر لمدة 3 أشهر، فانشل العمل القضائي في كل أنحاء البلاد. ولعلها من المرات النادرة في تاريخ الأمم أن يتعطل الجهاز المسؤول عن سير العدالة لمدة 3 أشهر، فكيف يستذكر الرئيس أسباب تلك الواقعة ونتائجها؟ تعلم أن هناك كانت ديمقراطية متوفرة هنا في السودان، فكان لكل نقابة الحق أن تضرب إذا وجدت أنها محتاجة إلى شيء ولم يوفر إليها، إذا كان قضاة أو معلمين أو مدرسين أو عمال، فعندنا النقابات كانت متوفرة. فيعني كونه يضربوا النهار دي أو البكرة بتعجل شيء، وإضراب الطلبة ده كان ما فيش يوم ما فيش إضراب طلبة، ويمكن الطلبة أكثر الناس بيضربوا لما يكون فيه عمل كثير، امتحانات بتاع عايزين إجازة. إن كان عددهم حوالي 700 قاضي تقريبا أضربوا، وحصلت حادثة طريفة جدا في ضرب القضاء هذا، كل القضاة أضربوا ما عدا 7 أشخاص فقط، 7 قضاة. فناس الأمن جهزوا كشف لكل القضاة المضربين، في الصفحة الأولى وضعوا 7 قضاة وعندهم توصية بأن هؤلاء القضاة مع الثورة ويجب أن يرقوا. فنميري نظر في الكشوفات قلبها، اليوم دول كلهم أضربوا ما عدا هؤلاء 7، وأنتم مطالبين بترقيتهم؟ نعم. قالوا افصلوهم. ليه؟ قال ليه المفروض تضامنوا مع زملائهم. وبعد إساطات وتعمل الأمن أمر بنقلهم لديوان النائب العام، ولا يزالوا موجودين في ديوان النائب العام. فأنا ما عنده قيم يعني بتاعت الرجولة هذه. اعتبر نوميري نجاته من الانقلاب الشيوعي عام 71 كرامة ومعجزة ربانية، واندفع بعد ذلك الحدث نحو الأولياء ومشايخ الطرق الصوفية، يزور مقاماتهم في العاصمة وفي أصقاع البلاد الأخرى. وتجمع المصادر التي تناولت الجانب الديني من سيرته على أنه كان يلجأ للفجرة حسب التعبير العامي السوداني، وهم رجال دين يزعمون معالجة الناس وتيسير احتياجاتهم عن طريق الأحاجي والتمائم وغيرها. حتى قيل إن نوميري لم يسمع بشخص ذاعت عنه كرامات وخوارق إلا وأرسل في طلبه، وقد عج القصر الجمهوري بهم، وربما اعتقد بأن نجاته من كل محاولات الإطاحة به عائدة إلى أولئك الفجرة.
هل تؤمن بالعرافين أم من يسمونهم عندكم بالفقرة؟ أنا أؤمن بالرجل المتدين، ولكن لا أؤمن بالرجل الذي يستطيع أن يعمل لك شيء لأنه هو متدين. إذا كنت تقصد أن هذا العرافي هو هذا، أنا المتدين أؤمن به، أما الرجل المتدين يستطيع أن يحفظ نفسه، يستطيع أن يكون خير، لكن يعمل شيء لآخرين، يتنبأ يشفي الأمراض إلى آخره، ما فيش في الدين في عنده بعض الأشياء بيشفي أمراض، فبؤمن بالدين ده، لكن ما بؤمن بالزول اللي بيجي يقول والله هو هيشفي المرض ده. أنا بيشفي هذا المرض يكون حديث نبوي مثلا، أو آية قرآنية، أو اسم من أسماء الرسول، أو أسماء الله، الله سبحانه وتعالى قيل كذا مرة وبتاع ذي، يشفي هذه الأمراض. ما كان عنده شك إطلاقا في كل القدرات اللي كان بنوريها له، ما كان عنده شك مثقال ذرة إطلاقا بالمرة. هو جعفر كان فعلا بيعاني من أشياء في جسمانية مرضية في صحته يعني، والحمد لله رب العالمين ساعدت فيها. وهو لما طلع من هنا على أساس أنه ماشي برضو يعمل تك، لصحته، والحمد لله لحد اللحظة دي المرض اللي كان بيعاني منه في زمن السلطة انتزع من جسمه، الحين هو خالي من نفس المرض اللي كان بيعاني منه. وهو ما أقدر يعني، أنت يا أخ للناس أسرار. أخذ له فترة كده كان علاقته بهم قوية يعني، الناس بلديه وبتاع الناس كاشفية ولا ناس الأفاكين دي يعني. أنا شخصيا لا أؤمن بالحكايات العرافين دائما، لكن فترة كده استطاع أن يسيطر على تفكير جعفر النمير تماما يعني، نسلم على الكراسي فاضية، دولي صالح موجود تسلم عليه ودولي صالح. جعفر النمير يؤمن بالتصوف حقيقة، أن الجانب الآخر الخاص بالعرافين وخاص بمسألة الدجل والشعوذة، هذه على ما أعتقد حسب معرفتي بجعفر النميري لم تكن له اعتقادات في هذا المعنى إطلاقا. وما يشاع بأن جعفر النميري اللي هو عرافين مجرد أباطيل. لا أستذكر أشياء محددة، لكن هنالك طقوس كثيرة كان يعملها بناء على طلب هؤلاء العرافين، أنه عندما يجيء من السفر لابد أن يذبح خروف، ولابد أن يكون لون الخروف أبيض، أو عندما يقدم على قرار معين لابد أن يذبح خروف ويكون لونه أبيض وأسود، يعني هذا النوع من الخرافات. وهذه الخرافات زادت إلى حد كبير في فترة الإمامة، لأنه كان بيدخل على مكتبه وبيسلم على الكراسي الفاضية، السلام عليكم السلام عليكم، لأنه أوحي له من جانب هؤلاء الدجالين بأن الكراسي دي يجلس عليها الملائكة. مع انحسار اليسار عام 1971 وتحول الاتحاد الاشتراكي السوداني إلى مجرد جهاز من أجهزة الدولة، نشأ نوع من الفراغ الأيديولوجي. وفي تلك المرحلة كان اهتمام الفئات المتعلمة والمثقفة بالأفكار أكبر من اهتمامها بالحياة وبالسياسة أكثر من الاقتصاد. وجاءت المصالحة الوطنية عام 1977 لتحدث تغييراً في المناخ الفكري وتعبئة نحو اتجاه جديد. الجبهة الوطنية التي تصالح معها النظام عام 77 كانت تتألف من الأنصار والإخوان المسلمين وشريحة من الحزب الاتحادي بقيادة الشريف حسين الهندي،
وهذه الأطراف الثلاثة هي نفسها صاحبة مشروع الدستور الإسلامي الذي أطاح به انقلاب النميري عام 69. وتزامنت المصالحة الوطنية مع انتعاش المد الأصولي في العالم الإسلامي، ومنذ عام 77 حتى عام 83 شهد السودان للمرة الأولى في تاريخه حركة نشطة للفكر الديني مقابل انحسار للفكر العلماني. واندرج الرئيس نميري ذاته في فورة المد الأصولي، فصدر مع مطلع الثمانينيات كتابان باسمه عن النهج الإسلامي، وكان ذلك مؤشراً لاتجاه نميري إلى ارتداء ثوب أيديولوجي جديد. ولكن الفضاء الفكري الذي ملأته الأفكار الإسلامية التجديدية منها والسلفية لا يفسر وحده الخطوة المفاجئة التي اتخذها في 8 أيلول/سبتمبر عام 83، فقد أعلن قوانين جديدة للعقوبات سماها الشريعة الإسلامية، وعرفت في الأدب السياسي السوداني بقوانين سبتمبر، ونصت على الحدود الشرعية الخمسة: حد الخمر، الزنا، الحرابة، الردة، السرقة. وأتبع الرئيس نميري إعلان الشريعة بإراقة كل مخزون الخرطوم من الخمور في مياه النيل، وقدر قيمته ب10 ملايين من الدولارات. كما أطلق سراح 13,000 سجين بعضهم من عتاة المجرمين بدعوى أن الإسلام يجب ما قبله. إقدامك على تطبيق الشريعة الإسلامية بعد 12 عاما من الحكم ما زال مدار تفسيرات عديدة، لأنه مثل انتقال حاد مما عرفت به في مطلع ثورة مايو وهو الفكرة الوطنية إلى الفكرة الإسلامية، من التيار الوطني أو القومي إلى التيار الإسلامي. ما سر هذه الانعطافة سيادة الرئيس؟ من ضمن يعني المواد البسيطة الواحد يقولها اللي بتسكم الأنف، أحياء في الخرطوم وفي الدرمان في بتاع عاهرات بالقانون، شيء يعني لا يصدق العقل معنا في دولة مسلمة يعني فيها هذه الأشياء. أنا لما غيرت القانون كنت خلاص عارف أي حاجة في القوانين السودانية بايظة فين، وجبت 3 أشخاص قعدوا وياي في القصر ووريتهم الهدف، عايزين كذا كذا، وهو تطبيق الشريعة الإسلامية. أمسكوا القانون الأولاني ده، قانون عقوبات السودان، ونصلحه. هو صلحنا هذا القانون، مجلس الشعب كان غير مجتمع في إجازة، أنا عندي سلطات، أنا أوافق على القوانين، وافقت على القوانين. لما جاء مجلس الشعب رجع كلها قوانين صح، طيب وافق عليك. إنني لا أدعي ولا أحب أن يدعي لي أحد أنني أملك منهجا فكريا هو الذي يحدد خطوات العمل الوطني في السودان. إن العمل الوطني في السودان محكوم بإرادة الشعب السوداني، وهي إرادة جمعت مبادئ 3 لا رابع لها: حريته، رفاهيته، إسهامه مع الأسرة العالمية في الحفاظ على السلام العادل. الرئيس نميري عام 1974. الإسلام له طوارئ، وعندما يرى المجتمع قد فسد وانحرف انحرافا شديدا تعلن الطوارئ. ندخل البيوت، نضبط، نفتش الناس في كل مكان، من يشرب في الخفاء، من يزني، كل بيت سنفتشه وندخله. والإسلام أمرنا بذلك، وسنستمر نجدد حسب الحدود، سنستمر نقطع الأيادي إلى أن يكون المجتمع الإسلامي الصحيح. الرئيس نميري عام 1984. ولا علاقة له بالدين. كانت ضمن الخطوات اللي بيقوم بها باستمرار للموازنة بين القوى السياسية. توهم أنه هو من الممكن أن يحكم الشعب السوداني للأبد
لو استند للدين. واعتقد ان التغيير بدا داخليا ثم بعد ذلك انعكس خارجيا، فاعلان للشريعه الاسلاميه حقيقه يعني لعبت فيه البطانه التي كانت حول جعفر النميري بعد 76، وكانت كلها بطانه مصالحه جاءت بالقوه الوطنيه الاسلاميه. ترابي ومجموعته بفكرهم الاسلامي، صادق المهدي ومجموعته بفكرهم الاسلامي، مجموعه الشريف الهندي التي صالحت ايضا بفكرها الاسلامي، آل المرغني يومها احمد المرغني ومحمد عثمان المرغني بفكرهم الاسلامي الوطني، كل هؤلاء كانوا مع جعفر النميري مساندين للتوجه الاسلامي الوطني. بالتالي حينما تم اعلان الشريعه الاسلاميه نتج لتأثير هؤلاء المجموعة حول النميري، والذي بدأ فعليا يتغير من تلقاء نفسه حينما انكب حول التصوف كما قلت، وحينما سمح بظهور البنوك الإسلامية. أولا الذين يعني أعانوا النميري على وضع هذا الدستور على وضع هذا القانون واسمه الشريعة لا يعرفون عن الشريعة الإسلامية أكثر مما أعرف عنها عن من اللغة الهيروغليفية. هؤلاء جهلة وصبية في اعتقادي، يعني تستطيع أن تقول أنهم ناقصي علم ودين. نقطة الأولى. النقطة الثانية، ما أرادوا نميري في واقع الأمر هو هدف سياسي. ذكرنا نحن موضوع الوحدة الوطنية، وعندما تمت هذه الوحدة الوطنية كان في ظن نميري بأنه الآن وقد اجتمع له الشمال والجنوب يستطيع أيضا أن ينهي إلى الأبد القيادات الدينية. هذه القيادات الدينية بتعتمد على ميراث فيها إمام أقصد إمام الأنصار، فيها إمام الختمية، فيها الدكتور الترابي، فأراد أن يجعل من نفسه إماما لكل المسلمين حتى ينضوي هؤلاء تحت الولاية. ده كان الهدف بتاعه، وهو هدف سياسي بحت لا شأن له بالدين. اتبع نميري أسلوب المباغتة في إعلان قوانين الشريعة، فقد كلف أشخاصا من خاملي الذكر في سلك القضاء بإعداد تلك القوانين، وأبلغهم بوجوب التزام السرية في عملهم. كان حريصا على نسبة المبادرة كاملة إليه، فأخفاها خصوصا عن الأخوان المسلمين الذين كانوا قد تحالفوا معه وانضموا إلى مؤسسات نظامه، لكنهم أيدوا مبادرته عند إعلانها من دون تحفظ. أما الصادق المهدي فقد انتقد القوانين معتبرا أن الشروع في تطبيق الحدود أسوأ مدخل لتطبيق الشريعة، وطرح الجنوبيون خلافاتهم جانبا بعد إعلان الشريعة وتوحدوا ضد النظام. والجدير بالذكر أن القوى الإسلامية كافة كانت تدعو لتطبيق مبادئ إسلامية عامة، ولم توجد واحدة من بينها وضعت الحدود في سلم أولوياتها. وعلى أي حال فإن النظام تمهل في تنفيذ الحدود، وكان أول تنفيذ لها في 9 من كانون الأول ديسمبر عام 83 بحق رجل أدين بالسرقة فقطعت يده من مفصل الكف، وهي الحالة الفريدة عام 83. مع مطلع عام 84 تدهورت الحالة الأمنية والاقتصادية إلى حد بعيد. الجنوبيون وسعوا عملياتهم العسكرية. في الخرطوم انتشرت حالات السرقة إثر الإفراج عن آلاف السجناء، وكان معظمهم من الفقراء والهاربين من ظروف القحط والمجاعة بسبب حدة أزمة الجفاف والتصحر في غرب السودان. وكان الجو السياسي معاديا للنظام داخل النقابات والجامعات. وغصت جامعة الخرطوم بمنشورات ضد السلطة ولافتات على امتداد أسوار الجامعة تهاجم النظام. وانقسم تنظيم الاتحاد الاشتراكي بين علمانيين ودينيين. واشتدت الأزمة في أذار مارس عام 84 مع إضراب الأطباء الذي شل الخدمات الصحية لمدة 3 أسابيع. ولم تفلح تهديدات النظام في إرجاعهم إلى أن تحققت مطالبهم بزيادة الرواتب والوعد بتحسين الخدمة في المستشفيات. وشجع ذلك نقابات مهنية أخرى على التهديد بإضرابات مماثلة.
في ظل هذه الأجواء أعلن الرئيس نميري حالة الطوارئ في 29 من نيسان أبريل عام 84، أتبعها بعد شهرين بتشكيل ما عرف بمحاكم العدالة الناجزة. ومع محاكم الطوارئ ومحاكم العدالة الناجزة بدأ التشدد في تطبيق عقوبات الحدود الشرعية، فنفذت أكثر من 200 عقوبة قطع كف فضلاً عن 16 حالة قطع من خلاف، أي قطع اليد اليمنى من مفصل الكف مع قطع القدم اليسرى. حد السرقة تطبيقه كان تقريباً على ضعاف الناس. حد إيه؟ تطبيق حد السرقة، يعني قطع الأيدي، القطع بتاع اليد. يا سلام، والله أنا شفته قلت لهم ده موز ده. أيوة، جايبين الدكتور والبتاع ويقطع ويوقفوا الدم وبتاع دي. دي اللي كان زمان في الإسلام كده، كانت كده يقطعوا كده، يلا دخلين في زيت حار وبتاع، يلا جينا يمسكوا ليه والدم وسووا ليه وبتاع، ويطلع يد كده جميلة. وبعدك لما يمشي يسووا ليه يد تاني تبقى أجمل على يده الأبدع. أيوة، حد السرقة طبق على كثيرين، ولكن الغالبية العظمى هناك سجلات بتوضح يعني، في زمن النميري وفي زمن دول. لكن المهم أن من يطبق عليه حد السرقة كان في الغالب الأعم، مش 100%، لكن الغالبية الساحقة منهم كانت تنتمي لجنوب وجبال النوبة أو الغرب، غرب السودان، اللي هي اصطلح على تسميتها المناطق المهمشة. بدأت محاكم الطوارئ في إصدار أحكامها الفورية، وكانت تنشر يوميا في الصحف وتبث في الإذاعة والتلفزيون، ومعظم القضايا كان يحكم بها بالجلد والسجن والغرامة في وقت واحد، وقضايا أخرى بقطع اليد أو القطع من خلاف. وابتكرت اتهامات لم ترد في الشريعة مثل الشروع في الزنا، واضطر الرجال إلى حمل عقود الزواج معهم عند اصطحاب زوجاتهم. وكان متوسط الأحكام نحو 50 حكما في اليوم الواحد، فسادت المجتمع حالة من الذعر، وبدت الخرطوم كأنها في يوم القيامة. صلاح عبد اللطيف، 10 أيام هزت السودان. هذا صحيح، لأنه الذين طبقت عليهم الحدود كانوا من البسطاء اللي كانوا بيقوم بالسرقات البسيطة، ودل أغلبهم يعني لا أستطيع أقول من أبناء الجنوب، لكن من أبناء الأطراف، سواء كانوا من الجنوب أو كانوا من الغرب أو كانوا من جبال النوب. وكان من الغريب القول بأن الذين يسرقون الملايين لا ينطبق عليهم الحد، لأن المال العام ليس في حرص وهم شركاء في هذا المال العام، وبالتالي لا ينطبق عليهم الحد. دي درجة السخف والإساءة للإسلام اللي وصل لها هذا النوع من الفقهاء. هذا صحيح، لأنه يعني مثلا أنت تطبق الشريعة الإسلامية وتطبق على المسلمين، لا يمكن تجيب لي ود مسيحي ولا قبطي ولا وثني ما عنده دين تقول مثلا جون منوال مسيحي يقام عليه الحد القطع من خلاف، هو مسيح. فكان في تخبط يعني، كان في تخبط وفي عدم نصيحة. أولا يعني لم يطبق أي حد على مسيح أولا، سواء كان جنوبي ولا شمالي، لأن هنالك استثناء للمناطق في الولايات الجنوبية أو في الأقاليم الجنوبية. هذه واحدة. شيء ثاني، أن الذين نفذت عليهم الحدود سواء كان في حد سرقة لم يكن من الناس الضعاف. بالأمس جعل نميري السودانيين يكرهون الدنيا ويؤثرون الآخرة عندما احتضن الشيوعيين، وفي عام 83 احتضن الأخوان المسلمين والمشعوذين، ف
فكره السودانيون الدنيا والآخرة. محجوب عمر باشري، معالم الحركة الوطنية في السودان. مشاهدين الكرام، بهذه الحلقة أصبحنا على مقربة من نهاية عهد حكم نميري، أما النهاية ذاتها فموعدنا معها في الحلقة المقبلة والأخيرة، وهي ستتضمن أيضا زمنه الثاني، أي مرحلة خلعه من الحكم، وقد صار عمر زمنه الثاني مساويا لعمر زمنه الأول، 16 عاما في الحكم ومثلها خارجه. هل خلص من تلك السنوات المديدة إلى حكمة ما، أم أن ضالته بقيت أغنية الزمن الأول؟ إلى اللقاء في الأسبوع المقبل، مع تمنياتنا لكم بأوقات طيبة.